النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم لكل بنت عايزة تحسن من نفسها ومظهرها العام، وهو إزاي نقدر نحسن ونطور من حركة جسمنا وطريقة مشيتنا زي عرضات الأزياء بالكعب العالي. وأكيد ضيفتنا النهاردة هتعرفنا على تفاصيل كتير عن الموضوع. خلونا نرحب بمستشارة الأداء الحركي للموديلز وملكات الجمال مايا كريم. أهلا بيك يا مايا منورانا. أهلا بيك يا بسمة. مايا، في البداية عايزة أعرف منك إزاي أقدر أطور نفسي وأكون شبه، يعني مشيتي شبه عارضات الأزياء؟ أي واحدة يا بسمة ممكن تكون زي الموديل لو قرار أخدته إن هي تشتغل على إزاي تمشي صح بالطريقة الصحيحة، إزاي تقعد صح، إزاي يكون عندها حضور لما تتوجد في أي مكان، إزاي تشتغل على لغة جسدها عشان توصل رسالة من خلال لغة جسدها إنه أنا أحلى كمان من الموديل. فهي بتكون حاجة من جواكي أنت، قرار بتاخديه إني أنا أطور نفسي وأوصل للمرحلة دي إني أكون يعني مقاربة لشكل الموديل وكمان أكون أحلى منها. طب هو ممكن أي واحدة تاخد القرار ده بغض النظر عن العمر وشكل الجسم، ممكن ناخد القرار سهل؟ أي واحدة يا بسمة مهما كان وزنها، مهما كان سنها، بنت أو سيدة، تقدر إن هي تاخد القرار بإن أنا أقدر أشتغل على طريقة حركة جسمي، طريقة مشيتي، طريقة جلوسي، إزاي عندي حضور في المكان، إزاي أشتغل على حضوري في المكان وحضوري عامة. كل الحاجات دي لما بشتغل عليها وبتدرب عليها فبقدر ان انا اكون اوصل اكون احلى كمان من الموديل. ده حقيقي. بس انت عارفه يا مايا، في ناس كتير بتقول الكعب العالي غلط عشان الظهر، الكعب العالي بيوجع لك فقرات ظهرك، ده صحيح ولا الكلام ده غلط؟ لا، هو مش صحيح. المفروض ان احنا نشتغل على الكعب العالي ده بس بالتدريج. يعني انا لما عاوز البس كعب عالي ما اجيش مره واحده البس 7 و9 سنتي و12 سنتي، لا، انا اقدر ان انا لو بقالي فتره طويله مش بلبس كعب عالي فابتدي ان انا ب 3 سنتي، بعدين ب 5 سنتي، بعدين بتدرج ل 7 و9 يعني تدريجي بالتدريج. لكن ما استسهلش والبس فلات على طول علشان الكعب العالي هيتعبني. هو هيتعبني لما انا ما اشتغلش على عضلات القدم والساق. صح. فاي عضله ما بتشغليهاش انت بتخليها تضعف، فلازم تشغلي العضلات دي. حتى لو في البيت حاولتي ان انت تلبسي ولو كعب 3 سنتي وتبتدي تتدرجي فيه لغايه، يعني ممكن اتدرب في البيت. طبعا من اهم الحاجات غير ان انت تاخدي تدريب بره، انت تتدربي في الاول لنفسك لعضلات. والله يا مايا انت عارفه ان انا كنت بتدرب زمان، كنت بحط كتاب. صح، ده في تدريبات التوازن. بتحطي الكتاب او تحطي اي حاجه تقيله شويه وتركزي في ان جسمك يكون مشدود. واهم حاجه لما تكوني لابسه كعب عالي ان انت تشدي الركبه والرجل كلها، الساق كلها. لان لما بتكوني لابسه كعب عالي ومش متدربه عليه طبيعي هتروحي تانيه ركبتك وكلك بعد كده، بعد الركبة ظهرك كمان هيتني. أول ما هتتني الركبة هتبتدي تعملي مسافة ما بين الرجلين، ما انت لابسة دراس بقى، انت فاكرة ان الناس مش واخدة بالها. لا، هو بينعكس تدريجيا. يعني دلوقتي انا مجرد ان انا تنيت ركبتي بيكون في مسافة ما بين الرجلين، بيبتدي البوستر اللي هو جسمي وهيئة جسمي كلها تبقى غلط. صح، بتتلخبط. كتافي بدل ما تكون لفوق وراجعة لورا بتبتدي تطلع لقدام، تنحني لقدام. صح، فبالتالي بدي انطباع من لغة جسدي غلط. أنا أبقى شخصية جميلة ومرحة ويعني أحلى كمان من مودلز كتير، ولكن مش عارفة إزاي أمشي بالكعب العالي، مش عارفة إزاي أدي انطباع بلغة جسدي صح، فبالتالي لازم أتدرب على إني أمشي على أستخدم الكعب العالي. طب يعني إزاي أتدرب؟ يعني إديني تكنيك إزاي أتدرب؟ أنت عارفة إن إحنا بنستسهل، لو أنا عندي مشوار هلبس الكوتشي وهنزل. لا، احنا اول حاجه لازم ما تستسهليش. يعني لو انت متعوده على الفلات، انا هلبس الكعب واخد معايا الفلات في الفتره الاولانيه. تمام، خلاص. ابتدي تدريجيا بتدرج الكعب زي ما قلت، وبعدين في تدريبات ببتدي عليها اللي هي تدريبات التوازن. في التدريب اللي انا ببقى عاملاه بيكون في توازن بلبس الكعب تدريجي، يعني بنبتدي بثلاثه وخمسه وبعدين بنبتدي نعمل توازن عن طريق استخدام الات معينه وستيك معينه. دي بتخليني اوتوماتيك جسمي كله يتعدل.
تمام. بس لازم يوميا اتدرب عليها، بتعرفي معايا ازاي تستخدميها صح، وبالتالي انت نفسك هتحبي شكلك بالشكل الجديد. لما اصور نفسي بالفيديو كمان دي أداة بتساعدني كتير إن أنا أتحسن وأشوف التحسن التدريجي عن طريق تصويري قبل وبعد. صح، لا اختلاف طبعاً. يعني هتعملي الفيديو الأول في البداية خالص هتلاقي إن أنتي بتمشي غلط، هتلاقي إنه الكتاف طريقتها غلط، الظهر كله مش مظبوط، بالتالي كل حاجة بتترتب مش مظبوطة. أنا هبتدي أشتغل على الكتاف وتمارين التوازن، بالتالي هتبتدي رجلي تتفرد، هبتدي أعمل التدريبات بالعصا اللي هتخليني أمشي بالطريقة الصح. والطريقة الصحيحة للكعب العالي هو إني أمشي الكعب الأول وبعدين مقدمة القدم، مش زي ما احنا بنمشي مقدمة. إيه ده يعني أدوس من ورا لقدام؟ بالظبط، هي دي الطريقة، أمشي أضغط الكعب الأول وبعدين مقدمة القدم، والرجل الثانية برضو الكعب بعدين مقدمة القدم، ما سيبش مسافة ما بين الرجلين. بمشي بخطوات مش سريعة، أكني بالظبط بسحب رجلي شوية شوية مع التدريب ومع العصا اللي بظبط بيها البوستشر هيئة الجسم كلها. بتلاقي مع الوقت وتصويرك بالفيديو هتنبهري من شكلك قبل وبعد، ومش هتقبلي ابدا ان انت ترجعي للشكل الاولاني. طب مايا، ايه الاداه اللي ممكن استخدمها عشان افرد جسمي واقدر اتحكم في فرده جسمي ويبقى مشدود؟ من اساسيات الادوات دي هي اللي بنقول عليها العصا اللي هي البرومستيك. هي انواع كتيره، شكلها غريب صراحه. شوشي في منها اللي هي بجهتين كده، وفي منها ارفع وجهه واحده اللي هي السنجل ستيك. انهي اعرف استخدم انهي، دي ولا الثانيه؟ انا بحدد معاكي اذا انت مثلا ظهرك وكتفك من كتر الشغل مثلا او من القعده كتير محتاج ان هو تدريبات اكتر، فبنشتغل عليه بالطريقه دي بالجهتين، وده بيكون ورا الظهر وبيكون مسنود بالذراعين الاثنين، فبالتالي العصا بتخلي ظهرك وقامتك كلها مشدوده. بنبتدي نستعملها ورا الظهر وبنسند نفسنا على الحيطه الاول، الحائط هو مقياسي في البدايه. صح. فبتبتدي تتحركي من الحائط للامام، فخلاص بتتعودي واحده واحده، بركز في العصا انها ورايا شد جسمي، بركز في خطواتي من غير ما ابص على الارض. كنت لسه عايزه اسالك في دي، ناس كتير لما بتلبس الهيلز بتفضل تبص على رجليها وهي ماشيه. لا، احنا ما بنبصش، عايزين نوصل للمرحله اننا ما نبصش خالص على الارض. انت بتبصي على الناس اللي حواليكي. مهم قوي غير الكتاف تكون لورا انه الدقن تكون موازيه للارض، ما ببقاش رافعاها قوي، ما ببقاش منزلاها. لا، بتكون موازية للأرض، وده بيدي برضو إشارة إنه الشخص ده عنده ثقة في نفسه. كل حركة بتعمليها صح وبتتعلميها صح بتدي إشارة بلغة الجسد إن أنا واحدة واثقة في نفسي، عارفة أنا قاعدة إزاي، ماشية إزاي، بعمل إيه، يبقى أنا زي الموديل. طيب بالنسبة للتوازن وأنا ماشية بالكعب العالي، في تمارين معينة أقدر أعملها عشان أعرف أحافظ على التوازن؟ في تمارين كتير بتختلف من واحده للتانيه، يعني في واحده الساق والقدم عندها يعني ضعيفين جدا العضلات، لان هي ما بتستخدمش الكعب العالي خالص. فدي بتحتاج تمارين اكتر، بقول لها على تمارين بتحرك بيها القدم بطريقه يوميه، حاجه بسيطه حتى وهي قاعده بتشتغل او بتمشي في البيت بتعمل التمارين دي، بتساعدها كتير جدا. برضو العصا دي تقدر تستخدمها في البيت لو هي حابه تشتريها، برضو يعني حتى لو مثلا بتستخدمها ربع ساعه في اليوم هتفرق معاها كتير، وهتفكرها ان انا جسمي لازم يكون كده. تمام. تمارين تانية كتير بتفرق لو الواحده عندها فلات فوت، او لو الواحده القدم بتاعتها كبيره، يعني في مقاس رجلهم كبير وفي مقاس رجلهم صغير. تخيلي ان اللي مقاس رجلها كبير بيكون سهل عليها تلبس الكعب العالي، ده عشان خاطر بتبقى رجليها مرتاحة كبيرة أكتر على الأرض، مرتاحة أكتر، فلما بترفعي الكعب هي بتكون مستريحة، فما بتاخدش مجهود في التدريب. يعني بيكون تعبها أقل، فبتعرف تمشي بالكعب العالي أسهل، بتتحكم في الكعب العالي أسهل. كل ما رجليك حجمها صغر كل ما تدريبك زاد وحسيتي بألم، لغاية ما تتعودي إنك يعني تعودي الساق والقدم على التمرينات دي.
طيب مايا، ايه الاخطاء اللي انا اتجنبها وانا بحاول ان انا ابدا في مشي بالكعب العالي؟ الاخطاء ان انا ما اجيش مره واحده البس كعب عالي قوي علشان يعني ان انا خلاص انا عايز امشي بالكعب العالي ولازم اروح المناسبه دي بالكعب ده. لا كده هفرج عليا الناس يعني. بالظبط، وهيبقى شكلك مش حلو. ما البسش شوز اوسع مني شويه او اضيق مني شويه واقول هم ساعتين وهيعدوا. لا، هما مش ساعتين وهيعدوا خالص، الشكل هيبقى وحش جدا، هتبقي طول الوقت وشك بدل ما هو مبتسم هيبقى وشك تعبان وباين عليه التعب من الشوز الضيقه او الواسعه. صح، لو كانت واسعه هتضطري تحطي حاجه تضيقها شويه فمش هتكوني مرتاحه وانت ماشيه، فكل الشكل العام هيبقى مش كويس. طيب مايا، في حاجه تانيه عايز اسالك عليها، في ناس كتير بتلبس الهيلز وبتشتكي من وجع وتعب كتير فيها ومش مرتاح، يعني تلاقيها مره واحده تقول لك انا مش مرتاحه لازم اقلع الجزمه. ليه؟ علشان ما بتلبسش الكعب العالي على طول وما لبستوش بالتدريج. لبست مره واحده كعب على طول، مره واحده نقت الشوز دي ومشيت بيها. حاجه تانية كمان، احنا لما بنيجي نختار الشوز كنت لسه بنختارها عشان شكلها عجبنا او صح. البراند بتاعها عجبنا، صح، وان انا مش عايزه البس غير دي خلاص، الكل لبسها وانا لازم البسها مثلا، صح. في حين انه ابسط معلومه ممكن اديها لك، ان انت لما تيجي تختاري الشوز المسافه اللي من اخر القدم لغايه الكعب دي لازم تكون مش اقل من 3.5 سم. لو جيتي اشتريتي الشوز ولقيتي المسافه اللي من نهايه القدم لاخر الكعب اقل من 3.5 سم ما تشتريهاش حتى لو كانت براند، لان في براندز كمان بتعمل الخطا ده. ده مش مفروض دي حاجات تكون ماشيه ميجرز معينه ماشيين عليها؟ لا مش شرط، في موديلات معينه بيبقوا عايزين يعملوها وممكن المسافه دي تكون اقل، وعارفين ان الستات يعني بتحب جدا البراند ده وهيدفعوا وهيشتروه، صح، فما ساعات ما بيعملوش المقاييس الصحيه لينا. لكن انا قلت لك دلوقتي على حاجه هتساعدك، ان انت قيسي الحته دي لو لقيتيها اقل من 3.5 ما تشتريش الشوز. حتى وانا بتدرب لازم برضو احافظ على اختياري ال 3 سنتي ده لازم. ايوه، انت لما تيجي تتدربي الاول ممكن ادربك بسوكس بالشراب عادي وبعدين بنستخدم حاجه 3 سنتي، ممكن نستخدم 5 و7 بس بنختار الكعب العريض عشان يكون سهل عليكي. طيب ومن احسن ومن اجمل انواع الشوزات هي الستوليتو. ستوليتو دي بيكون فيها بلاتفورم، يعني بتكون من قدام عريضه فبتكون شكلها حلو في الرجل وفي نفس الوقت بتريحك مهما كانت عاليه. طيب مايا، عايزه اعرف منك، لو ست ربه منزل او سيده كبيره في العمر والتزمت بالتدريب للكعب العالي عشان خاطر تقدر تمشي فيه، فعلا هيجيب نتيجه ولا لا خلاص ضاع عليها بقى لا طبعا هيجيب نتيجه، وهيجيب نتيجه هتتفاجئ هي منها بجد وهتستمر عليها. والتدريب ده عامل بالظبط زي ما اكون انا بروح اعمل ميك اب وشكلي بيعجبني قوي، بعد فتره تانيه ممكن ايه ما اهتمش قوي بالميك اب فاروح اعمل ميك اب تاني. اذا التدريب ده بيكون زي الصيانه، وقت ما احس ان انا رجعت البس فلات تاني او ظهري ابتدى يكون مثلا في المناسبات لاحظت في التصوير انه مش عاجبني، لاحظت ان انا بالكعب العالي رجعت تاني ابقى مش مظبوطه قوي في مشيتي، اروح اتدرب تاني البس في البيت الكعب وادرب نفسي، ويعني حتى لو حسيت بتعب لا افضل مستمريه لان انا كده بساعد عضلات القدم والساق بتاعتي. صح. طيب انا عايز اسالك على حاجه، زمان في كل الافلام والمسلسلات وفي كل حاجه كل السيدات ما كانتش يتنازلوا عن الكعب، ليه دلوقتي بقى عندنا بديل او ليه دلوقتي ما بقيناش يعني ما بقاش زي زمان تاني؟ رتم الحياه اختلف، يعني احنا حياتنا بقت عمليه اكتر وكل ما فكرتي في الجانب العملي كل ما استسهلتي الفلات. لكن انا مش المفروض ان انا استسهل، ده انا اقدر ابقى بكامل انوثتي بالكعب العالي في اي مجال انا عايزاه، حتى في مجال العمل المسموح داخل العمل من 3 ل 5 سم، مش المفروض البس اعلى من كده في مجال عملي. فحتى في العمل اقدر البس الكعب العالي، فمش لازم استسهل، لازم البس الكعب العالي اللي هيخليني انقي الدرس الحلو، هيخليني احط الميك اب الحلو، هيخليني اهتم بنفسي اكتر. صح. مايا، عايزه منك نصيحه اخيره لكل امراه عايزه ترجع تاني تلبس الكعب او ما كانتش تلبس الكعب وعاوزه تلبس الكعب.
أنصحك إنك تقولي لنفسك دايماً إن الموديل مش أحسن منك، صح، وإن أنا أحلى واحدة في الدنيا، وإن أنا لازم أستثمر في نفسي. فكرة إنك تستثمري في نفسك دي هتكون مش بس في إن أنت تخلي بالك من جسمك وتخلي بالك إنك تتدربي وتخلي بالك إنك تلعب رياضة، لا، هتخليكي تاخدي بالك من نفسك وتدي لنفسك وقت صغير إن أنت تستمتعي بيه بجمالك، سواء كان تدريب سواء كان أي شيء أنت تحبي تستثمري في نفسك. يعني أعلي ثقتي في نفسي. أيوة، هو كل ده هيعلي ثقتك بنفسك. نورتينا مايا ونورتي برنامج اكسبلور. شكرا بسمة، وشكرا برنامج اكسبلور وكل العاملين على برنامج اكسبلور. شكرا قناة الفجيرة.